انا بنيجي هنا في قرية البحيرة وقرية ابو الخاو عشان انا عروسة، بنيجي نشتغل كل سنة عشان خاطر نساعد. شغالين من باجوا من المنوفية في البحيرة عشان اشتغلوا في الفراولة. الفراولة دي بتقعد معانا 9 شهور بشتغلوا فيه، مصدر رزقنا، هي بالنسبة لنا كنز بتاعنا، لان احنا بشتغلوا فيها فترة طويلة وفتح باب رزق كتير ياما من هنا ومن هنا، والمنوفية كلها بتطلع فيه في البحيرة هنا، وبشتغلوا فيها كلنا، وبالنسبة لنا هي كنز، والدنيا كلها كل الفراولة دي فيها خير ياما. انا بقى لي 15 سنة شغالة فيها، ومجوزة 3 بنات مني، ومعايا فاضل معايا بنت وولد، وبرضه بشتغلوا البنت والواد بيشتغلوا معايا، والبنات برضه دوكم اللي اتجوزوا كانوا شغالين معايا فيهم. بنتي متجوزة بقى لها 11 سنة، يعني الفراولة دي بقى لي 15 سنة شغالة فيها انا وعيالي، ومش انا وعيالي بس، الدنيا كلها شغالة فيها، وكلنا بقوا هنا البحيرة عشان اشتغلوا في الفراولة دي، وبستنوا الموسم ده من السنة للسنة.